رشدي أباظة، دون جوان السينما المصرية زي ما لقبوه الفنان رشدي أباظة، ممثل مصري من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، ووالدته من أصول إيطالية. الاسم بالكامل رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة، تاريخ الميلاد 3 أغسطس 1926، تاريخ الوفاة 27 يوليو 1980. توفي الفنان يوم 27 يوليو 1980 عن عمر يناهز 53 عام، بعد صراع مع مرض سرطان المخ. الفنان كانت أول زيجات الفنان من الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، واللي استمر زواجهم لمدة 3 سنوات فقط. أما الزيجة الثانية فكانت من الأمريكية بربارة، واللي أنجب منها ابنته الوحيدة اسمت، إلا أن الزواج لم يستمر سوى 4 سنوات. أما الزيجة الثالثة من الفنانة سامية جمال، وبتعتبر الزيجة الأطول في حياة الفنان، إذ استمرت لمدة 18 عاما. أما الزيجة الرابعة فكانت من الفنانة صباح، واللي استمر زواجهم لمدة 2 أسبوع فقط، ودي كانت أقصر زيجات الفنان. أما الزيجة الخامسة والأخيرة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، واللي تزوجها قبل وفاته بعامين فقط. أما حب حياته، وقع الفنان الراحل رشدي أباظة في عشق الفنانة الراحلة كاميليا، واللي اتنفس في حبها الملك فاروق. ولم تكن كاميليا قصة حب عابرة للفنان، إنما كانت حب حياته اللي سبب رحيلها انهيار شديد للفنان. أهم أعمال الفنان، قدم أباظة ما يزيد عن 150 فيلم، من أهم أعماله رجل لا ينام، المراهقات، الزوجة 13، جعلوني مجرما، عروس النيل، عدو المرأة، حب وحرمان، وغيرها وغيرها من الأعمال. لم تقتصر الإثارة في حياة الفنان الراحل رشدي أباظة على زيجاته المتعددة، إنها امتدت إلى جانب آخر بعد موته، وهو دفن جثة الفنان 3 مرات. ولكن ماذا حدث؟ القصة بيتحدث عنها جمال أرشيف، صاحب أكبر أرشيف لنجوم الزمن الجميل، حيث كانت وصية الفنان رشدي أباظة الدفن في نزلة السمان بالقرب من منطقة الأهرامات الشهيرة. وبالفعل هذا ما حدث، لكن بسبب خلاف نشب بين والدته وابنته نقلته إلى أرض كان بيمتلكها بطريق الإسكندرية الصحراوي. لكن لم يتوقف الحال بالجثة عند هذا الحد، عقب وفاة والدته نقلته ابنته إلى حيث كانت تعيش والدتها.